بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتناول بشيء من التفصيل سيرة الأستاذ الدكتور الشيخ السوري مصطفى السباعي رحمه الله تعالى ورفع قدره. هذا الرجل ولد في زمن مهم وحساس وظرف صعب ومدة تفيض بالأحداث. ذاك أنه ولد رحمه الله تعالى سنة 1335، أي سنة 1915 للميلاد، وتوفي سنة 1384، 1964، فقد عاش قرابة 50 سنة فقط رحمه الله تعالى. هذا الأستاذ ولد في تلك المدة التي كانت تموج بالأحداث، وهي مدة العثمانيين في أواخر ولايتهم في الشام. ذاك أن العثمانيين دخلوا الشام بعد معركة مرج دابق في حلب سنة 923، واستمروا في بلاد الشام قرونا إلى أن خرجوا سنة 1339، 1918، في أواخر الحرب العالمية الأولى، لما تبين أن الكفة ليست لصالحهم، هم والألمان والنمسا غلبوا، وأن الأمر سيكون فيه خسائر كبيرة لو استمروا. هرب جمال باشا السفاح الذي كان الوالي على بلاد الشام، هرب وخرجت الحامية العثمانية في ظروف غاية في الصعوبة، وكانوا قبل ذلك قد جلوا عن فلسطين وعن القدس وسلموها للإنجليز، وكانت أحداثا صعبة على النفوس. ولئن سألت كيف كان استقبال الحكم العثماني في بلاد الشام، لقد كان استقبالا حسنا، لكن لما استولت جمعية الاتحاد والترقي الماسونية على مقاليد الحكم في الدولة العثمانية بعد عزل السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى سنة 1909، في هذه السنوات، سنوات جمعية الاتحاد والترقي، وهي جمعية يهودية ماسونية مساعدة بقوة من الدول الاستخرابية العالمية، وقد سبق أن بينت هذا في حلقة السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، وسأبين أيضا أثرها في تركيا بعد ذلك في حلقة الأستاذ بديع الزمان النورسي إن شاء الله تعالى بعد حلقتين من الآن، أي في السبت القادم، وهي آخر حلقة من هذه السلسلة السادسة. فالدولة العثمانية أثناء هذا الطور، جمعية الاتحاد الترقي أمسكت بمقاييد الأمور وأرسلت جمال باشا ليحكم الشام، وطلعت باشا وأنور باشا ومدحت باشا، وكانوا كلهم هؤلاء، مدحت باشا كان قد قتل قبل العزل السلطان عبد الحميد، هؤلاء أقطاب جمعية الاتحاد والترقي، والله أعلم بحال جمال باشا، لكنه حكم الشام حكما استبداديا محضا في ولايته، وقتل بعض الوطنيين ممن كان يسمون بعض الوطنيين مثل إبراهيم هنونو في الشام وغيره في الشام وفي سوريا ولبنان، وفرضوا سياسة التتريك بالقوة على بلاد الشام، فكانت تدرس إلا اللغة التركية العثمانية في المدارس، وتستبعد اللغة العربية، وفي الحقيقة كانوا مقطوعي الصلة بالدين. حتى نفهم لماذا كان هذا العداء للعثمانيين في أواخر أيامه في بلاد الشام، كان بسبب أن جمعية الاتحاد والترقي تمسك بمقاييد الأمور وزرعت العداء بينها وبين الشاميين بسبب هذه الأساليب في الإدارة والحكم، التتريك، الظلم، القسوة، عدم حساب أو عدم مراعاة أي جانب من جوانب المراعاة للعرب. ف
فكرههم أهل الشام وأعانوا فيصل بن الحسين على ثورته وثورة أبيه ضد الدولة العثمانية. وهذا كلام يطول الوقت لا يسمح به، لعلنا شاء نأتي لتفصيله في حلقة ما من حلقات العظماء. وذلك أن منهجي كما ذكرت للإخوة أني أورد التاريخ في ثنايا التراجم، في ثنايا سير حياة العظماء، ليكون أقبل للناس وأدعى لأن يستمعوا في سير شيقة للتاريخ، لأن التاريخ في العادة يصعب على الناس. الحسين الشريف رحمه الله تعالى ضحك عليه الإنجليز وأغروه بالثورة ضد الدولة العثمانية، وقدموا له مبررات أن الدولة العثمانية لا تعتمد الإسلام، وأن هذه الدولة بل تعادي الإسلام، وذلك بسبب ظهور القومية الطورانية التركية، وسأذكر هذا كله فيما بعد إن شاء الله، الوقت لا يسمح الآن في حلقة النورسي إن شاء الله. وأقنعوا الشريف أن يعلن ثورته الكبرى سنة 1316-1336 ضد الدولة العثمانية أو بقايا الدولة العثمانية، هذا التعبير الصحيح. ونسف الشريف الخط الحديد الحجازي، وبادر فيصل بن الحسين عندما خرج العثمانيون بدخول دمشق ونودي ملكا على بلاد الشام، نودي به ملكا على بلاد الشام في ما بين سنوات 1918-1919-1920، يعني ما بين سنتي 1338-1340، نودي به ملكا على بلاد الشام. وفعلا عاشت الشام سنتين تتغنى بأمجاد القومية والعروبة، وأن الذي يحكمها ملك عربي حجازي شريف، وأنه طيب. ثم كانت الوقعة الكبيرة بمحاصرة الفرنسيين سورية ودخولهم دمشق عقب وقعة ميسلون سنة 1920، مما يساوي تقريبا 1339 في شهور الهجرية أو سنوات الهجرية المباركة. وكان لهذه قصة أليمة أيضا وقت يسمح بها، فقد روسيا اجتمعت هي وإنجلترا وفرنسا واتفقوا على تقسيم تركة الدولة العثمانية، التي وضح أثناء الحرب العالمية الأولى أن الكفة لغير صالحها وليست لصالح ألمانيا حليفتها، وأنها ستنتهي بهزيمة الأتراك حتما، فلا بد أن يخططوا اقتسام الإمبراطورية أو بقايا الإمبراطورية العثمانية، وهذا الذي حدث. ثم اجتمع سايكس وبيكو، وزير خارجية سفير فرنسا في بيروت، وسايكس وزير المستعمرات البريطاني، اجتمعا معا ليضعوا الاتفاق أو ليضعا الاتفاقية المشؤومة سايكس بيكو 1916-1336 تقريبا، ووضعوا اتفاقية بأن تكون العراق وفلسطين للإنجليز، وأن تكون سوريا ولبنان بالتقسيم الحالي الحديث للفرنسيين، واقتسما بعد ذلك ما اقتسما. ولم يظهر هذه الاتفاقية إلا فلتات على الألسن وفي المعاهدات، مثل وعد بلفور الذي جرى بعد سنة في 1917 مشهور، نوفمبر 1917، وحصل ما حصل بعد ذلك. حاصرت فرنسا دمشق ودخلت عقب وقعة، حاول وجاهد السوريون جهاد الأبطال وقاوموا مقاومة عظيمة استعمار أو استخراب الفرنسي، وهذه كلمة صحيحة، لكن ما استطاعوا يصنعوا شيء أمام قوة غاشمة كانت توصف بأنها القوة البرية الأكبر على مستوى العالم، كما أن البحرية الإنجليزية كانت هي القوة البحرية الأكبر على مستوى العالم، فكانت أيضا فرنسا توصف قواتها البرية بأنها القوات البرية الأعظم والأكبر على مستوى العالم. وليت شعري ماذا تصنع القيادات المجاهدين في سوريا أمام هذه القوة، خاصة أن شعلة الإيمان لم تكن قوية في النفوس، وجذوة الإسلام كانت ضعيفة في ذلك الزمان. فدخلت باختصار، دخل الفرنسيون الشام واستولوا عليها لمدة ربع قرن وسبعة أشهر، وما خرجوا إلا بعد هذه المدة. إذن السباعي رحمه الله تعالى ولد في زمان أو في أواخر زمان العثمانيين الأتراك، وعاش زمان الفرنسيين بظله الثقيل على سوريا، وفعلوا الأفاعيل. يكفيكم أن الجنرال غوبة، هذا الجنرال الذي زحف على دمشق بأمر من الجنرال العام غورو، الذي عندما دخل دمشق دخل بكل دناءة
وصفاقة وحقارة ليرفس قبر صلاح الدين برجله وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. طبعا صلاح الدين مدفون في دمشق كما تعلمون، دفن رفس قبره برجله وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. لكن من دناءته أنه يخاطب الأموات. وغوبة يقول عندما دخل دمشق يقول إنه لمن دواعي سرورنا أن حفيد الأسير في الحروب الصليبية يقود اليوم الزحف على دمشق ويدخل المدينة المقدسة ظافرا، وذاك أن أحد أجداده كان قد أسر في الحروب الصليبية واستعمل عبدا في أحد مصانع الورق في دمشق، ويقول يا للعجب اليوم حفيده يدخل دمشق منتصرا هذه المدينة المقدسة منتصرا مظفرا. ودخلوا وكيف فعلوا عندما دخلوا؟ أولى الخطوات أن غورو قسم بلاد الشام فجعل هنالك شيئا اسمه دولة دمشق ودولة حلب ودولة في اللاذقية سماها بحكومة جبال العلويين أي نصيريين في اللاذقية، ودولة في جبل الدروز في لبنان سماها حكومة جبل الدروز، وضم لواء الإسكندرون مع إنطاكيا ليكون سنجق الإسكندرون، ولواء الإسكندرون لواء عربي سوري أهداه فيما بعد، وهنا العجب، أهداه فيما بعد لتركيا في معاهدة بين البلدين بعد دخول ب18 عاما، وضم الإسكندرون نهائيا إلى تركيا، وفي 20 مليونا من الناس اليوم الذين هم عرب في أصولهم وضم إلى تركيا بدون وجه حق كما مثل وعد بلفور تماما الذي أعطى اليهود فلسطين بدون وجه حق، فهم أعطوا الأتراك إسكندرون بدون وجه حق وفرقوا البلد ومزقوه شذر مذر. بعد 4 سنوات تقريبا نتيجة ضغط البرلمان والشعب ضغط لا بأس به أعادوا توحيد دولتي دمشق وحلب وأطلقوا عليه اسم سورية من جديد. وماذا فعل الفرنسيون؟ الفرنسيون أرسلوا الرسالات تسمى الرسالات التبشيرية النصرانية، وما هي بتبشيرية بل هي تنفيرية وهي كفرية، هذا الاسم الصحيح، أرسلوا رسالات كفرية لتعيث في الأرض فسادا، حتى أن دلاديه هذا كان ينقد بقوة السياسة الفرنسية في الشام، ما ملك نفسه من الفرحة أن يقول إنما تم في سوريا على أي إني لأقف بإجلال وإكبار على ما تم في سوريا على يد المبشرين والعلمانيين. العلمانيين يقف بإجلال وإكبار لما صنعاه أو لما صنعته تلك الطائفتان في سوريا. إذن مسألة الذي فعله الفرنسيين في سوريا شيء عجيب، وظهرت واستولوا على الأوقاف الإسلامية فقط وتركوا جميع الطوائف وأوقافها واستولوا على الأوقاف الإسلامية، استولوا على خط الحديد الحجازي وما فيه من أوقاف وما فيه من أموال وأخذوه لصالحهم، وفعلوا الأفاعيل في بلاد الشام وغربوا كثيرا من أهلها وشجعوا الشعب على الفساد والإباحة والرذيلة. وهنا أيها الأحباب الكرام جرى أمر مهم حتى نفهم كيف نشأ السباعي وفي أي وسط وما لصنيعه من أثر في بلاد الشام. نشأت أحزاب، هذه الأحزاب كانت بين أمرين، بين الإلحاد أو شبهه أو قريب منه والعلمانية، والعلمانية كلمة ملطفة للادينية، للادينية أو أن الدين في ناحية والدنيا في ناحية ولا يجتمعان إلا في الآخرة، أما في الحياة هذه الدين في ناحية والدنيا في ناحية أخرى كفعل النصارى يعني. نشأت أحزاب كافرة ملحدة مثل الحزب الشيوعي السوري، ونشأت أحزاب هي أقرب إلى الكفر منها الإسلام بتعاليمها وأفعالها وأفكارها، الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي أسسه أنطوان سعادة الذي أرسل فيما بعد إلى بيروت سجينا وأعدم في بيروت سنة 1949. المهم هذا أنطوان سعادة رجل نصراني كما واضح من اسمه، أنشأ الحزب القومي السوري الاجتماعي، أنشأ أكرم الحوراني الحزب العربي الاشتراكي،
وأنشأ زكي الأرسوزي النصيري حزب البعث في سوريا الذي نعاني منه إلى الآن ومن مشكلاته في سوريا وفي العراق. المهم الذي أنشأه من؟ زكي الأرسوزي العلوي النصيري. فهذه الأحزاب التي كانت موجودة في سوريا آنذاك، إضافة لما يسمى بالأحزاب الوطنية والكتلة الوطنية إلى آخره، أناس من الوطنيين كما يسمون الذين بعيدوا الصلة عن الإسلام في سلوكهم في أخلاقهم، لا نقول كفار لا، لكن بعيدوا الصلة عن الإسلام، أنشأوا أحزابا وطنية تسمى، لا علاقة لها بالإسلام ولا بنصرة قضاياه ولا بأي شيء من هذا القبيل. في هذا الجو المكفهر وبوجود الثقل الفرنسي البغيض في البلاد نشأ الأستاذ، نجد كل من حوله أو ما كل ما حوله مغربا، كل ما حوله بين تغريب وإلحاد وعلمانية، وصوت الإسلام خافت والعلماء كلمتهم غير مسموعة وضعيفة وخافتة، ما بين تقصير منهم وهو الأكثر وما بين إخماد لصوتهم وهو الأقل. لكن ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظم، ولقد كثر كلام الأستاذ السباعي رحمه الله تعالى بشأن العلماء وتقصيرهم في بلاد الشام، وكيف أنهم كانوا ينعزلون في زوايا النسيان ولا ينزلون إلى الشعب ولا يفعلون الواجب أو يؤدون شيئا من الواجب الملقى على عاتقهم، ويكتفون إذا لامهم أحد بقوله إن هذه إرادة الله وعليك بخويصه نفسك والزم بيتك، وهكذا كانوا يبررون للشعب المسكين. فالشعب ومنهم السباعي نشأ ليجد هذا الأمر أمامه. حتى نفهم ما هو وضع السباعي وبيئته ذلك الزمان، فإذا الحكومة الفرنسية والممكنون من طرف الحكومة ما بين علماني وملحد وتغريبي ومسلم لكنه غافل وبعيد عن الإسلام في أخلاقه وسلوكه، والشعب مغيب هويته ومقاليد الأمور ليست للإسلام ولا للمسلمين، والمدارس تفعل فعلها في النفوس، مدارس التنفير والتنصير والتكفير تفعل فعلها في النفوس وتنتشر في الأرض. هنا أيضا القضية الفلسطينية ترمي بثقلها وظلالها الكثيفة في بلاد الشام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فصل الفرنسيون جبل لبنان عن بلاد الشام وضموا إليه سهل البقاع السوري وطرابلس السورية وجعلوه في دولة اسمها لبنان، هكذا أرادوا وهكذا قدروا وقرروا، لأن هم الذين وزعوا الحدود في هذا العصر أيها الإخوة، هؤلاء المستخربون ما بين إنجليز وفرنسيون وفرنسيين هم الذين رسموا الحدود ووزعوا البلدان، فأنشأوا شيئا يسمى دولة لبنان وفصلوا وفصلوها عن سوريا، وأنشأوا شيئا اسمه الأردن وفصلوه عن بلاد الشام إلى آخر ما تلك الأحداث المحزنة. هذا هو الوضع العام. ولد السباعي ونشأ في ظل أسرة متدينة في حمص في مرقد خالد بن الوليد سيف الإسلام المسلول، وهو الصحابي العظيم يرقد في حمص، نشأ فيها وولد فيها كما سبق ذكرت لكم سنة 1335-1915، نشأ في أسرة متدينة، فأبوه كان مجاهدا بطلا من أبطال حمص، كلما دخل الفرنسيون إلى حمص جاهدهم بنفسه وكان يوزع المنشورات تدعو إلى الجهاد، هو والشيخ عبد الغفار بن السود رحمهم الله تعالى كان يقودان الجماهير في حمص، وكان يفعلان ما في وسعيهما، لكن الأمر كان أكبر منهما، وكان أبوه مجاهدا بطلا جاهد الفرنسيين وفعل كل ما يستطيع، وعندما ذهب ابنه إلى فلسطين بعد ذلك ليجاهد شجعه وشجع أخاه أيضا، فقد ذهب الأخوان إلى فلسطين مصطفى وأخاه، ذهبا إلى فلسطين للجهاد في سبيل الله فشجعهم الوالد، فالوالد ذو حس جهادي وهو رجل صالح ملتزم صاحب أعمال جليلة في حمص. والأسرة أسرة السباعي أسرة متدينة توارثت الدين والمناصب الدينية منذ مئات السنين. إذن هذه أسرة مرموقة دينية قوية نشأ فيها السباعي رحمه الله تعالى. لذلك لا عجب أن الفتى الشاب، ما نقول الشاب، الفتى الذي ما زال للتو
قد فرغ من مرحلة كونه غلاما وعمره 13 عاما يقتقع في يده مجلة كان قد أنشأها الأستاذ محب الدين الخطيب في مصر. ومحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى ممن نصر الإسلام بقلمه وبمجلة الفتح المشهورة في مصر آنذاك، وزعت أعداد منها في سوريا، وعمر الفتى 13 عاما، فطار بها فرحا ووجد فيها ضالته ونشرها بين أصحابه وأصدقائه مجلة الفتح. ويا العجب، صار يراسلها ويراسل محب الدين الخطيب. اسمعوا أيها الفتيان، 13 عاما يراسل مجلة الفتح في مصر ويشيد بمحب الدين الخطيب، وكان يكتب لمحب الدين الخطيب رسائل عجيبة. فمن ذلك أنه أرسل طلب منه وعمره 15 عاما فقط أن يطبع أو يعيد طبع كتاب محاسن الإسلام في حمص، يطبعه الحمصيون على حسابهم ويوزعونه مقاومة للإرساليات التكفيرية التنصيرية في بلاد الشام، محاسن الإسلام. ويرجو الأستاذ أسلوب أدبي مشرق، وكان أستاذ صاحب قلم سيال وأدب ناصع، يرجو الأستاذ محب الدين خطيب في أن يسمح له بإعادة طبع الكتاب في حمص مجانا، ليوزعوه مجانا لوجه الله تعالى. وابتدى يكتب المقالات في مجلة الفتح وعمره 17 عاما و19 عاما ما دون 20، يكتب مقالات وصفها الأستاذ محب الدين الخطيب بأنها نفيسة نفيسة. وحسبك بوصف الخطيب إذا وصف شيئا بأنه نفيس، فهو رجل صاحب قلم سيال وقريحة أدبية كبيرة. الأستاذ، وأيضا من محاسنه، أنه كان خطيبا لامعا، وخطب على منبر مسجد أبيه في الجامع الكبير في حمص وعمره 15 عاما فقط لا غير. فهو شاب صغير يخطب على المنابر ويلهب الجماهير ومشاعر الجماهير. فخطب في شتى الموضوعات، ومرة خطب مقاومة للاستخراب الفرنسي وعمره 17 عاما، فأخذوه وزجوا به في السجن ليمكث 4 أشهر وشيئا، وخرج من السجن وتوجه إلى مصر ليكمل دراسته العليا هنالك. ففي الشام كانت الدراسة الذي درسها هو عبارة عن ثانوية اسمها الثانوية الخسروية نسبة لخسرو باشا في حلب الشرعية، الخسروية الشرعية في حلب. تخرج من عمر 17 عاما، والمجال ليس المجال دراسة في بلاد الشام للشريعة، فما كان هنالك كلية شريعة كما أنشأه هو بعد ذلك رحمه الله. فانتقل إلى مصر ليدرس في الأزهر تخصص الفقه والأصول، وتبدأ صفحة جديدة في حياته في مصر كلها نضال وكلها قوة. ماذا صنع في مصر؟ في مصر طبعا اتصل الأستاذ محب الدين الخطيب، اتصل بالأستاذ المجدد الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى والإخوان المسلمين، اتصل بجمعية شبان المسلمين، اتصل بشباب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جمعية مشهورة في مصر نشأ التفرع عن الإخوان المسلمين. أنشأ، وهذا هنا سر العظمة أيها الأحباب، أنه ما اكتفى بالاتصال بالجمعيات القائمة، بل وجد أن الأمر لزاما عليه أنه يؤلف بعض الجمعيات واللجان المهمة التي تقوم بعمل شيء في الساحة آنذاك. فأنشأ لجنة اسمها لجنة الشؤون الإسلامية بالأزهر، لجنة الشؤون الإسلامية بالأزهر. كان هو والأستاذ الكبير رحمه الله عبد المعز عبد الستار وآخرون قد ألفوها. وكان مهمة هذه اللجنة إعلاء صوت الأزهر الإسلامي، إعادة مهمة الأزهر، وهي أنه يدافع عن الإسلام ويناقش قضايا الإسلام والمسلمين في مصر والعالم الإسلامي. فهذا بعث جديد للأزهر في الحقيقة، وعسى أن يبعث الأزهر من جديد أيضا في هذه الأيام ليتولى مهمته من جديد إن شاء الله تعالى. فلجنة الشؤون الإسلامية بالأزهر ألف مجموعة من السباعي رحمه الله وعمره 24 عاما فقط. انظروا للهمة والحماس والتطلع إلى معالي الأمور والبعد عن سفسافها ودناياها، ما زال عمره 24 عاما فقط ويفعل هذه الأفعال.
ومما صنعه الأستاذ رحمه الله تعالى، كان هناك قصة يعني هذه من الأمور التي لابد أن تعرف. كان هنالك شيخ لرواق اسمه رواق الجبرت الأزهر، فيه أروقة، يبقى كل أصل أو كل جنس في رواقه. فالجبرت من الحبشة طبعا، لهم رواق، والأصول الكبيرة في إفريقيا رواق السودانيين، رواق الشوام، رواق المغاربة، رواق كل أصل وجنس له رواق في الأزهر، يبقى فيه، يدرس فيه، ينام فيه، المهم يأكلون معا إلى آخره. فرواق الجبرت يعني نسبة إلى الحبشة كان له شيخ. هذا الشيخ وللأسف الشديد الحبشة كانت آنذاك ترزح تحت نير الاستعمار الإيطالي أو الاستخراب الإيطالي، كان إيطاليا قد دخلت ليبيا قبل هذا التاريخ بمدة يعني حوالي 20 سنة. فكان شيخ رواق الجبرت يناصر الإيطاليين ضد إخوانه المسلمين الليبيين، ولما مروا بقناة السويس الإيطاليين أرسل مجموعة شباب الجبرت الذين يدرسون في الأزهر ليمروا تحت اللواء الإيطالي العسكري، وهذا خزي وعار. فقام ونادى هذا لا يجوز وهذا لا يصح، ولجنة شؤون إسلامية تكلمت مع شيخ الأزهر، وكان له أثر كبير في هذه القضية. أيضا قضية أخرى، أن طالبين ألبانيين قاديانيين، والقاديانية نحلة باطلة كفرية، انتقلا من ألبانيا ليدرسا في الأزهر، فأيضا أقام حملة كبيرة جدا، سباعي وعبد المعز عبد الستار ومجموعة أقاموا حملة كبيرة ضد ضد وجود هذين الطالبين القديانيين في الأزهر. وقفت هذه اللجنة وقفة الرجل المسلم الصادق أمام طه حسين وعلي عبد الرازق وثلة ممن أرادت علمنة مصر وإبعاد مصر عن مهمتها الريادية ووظيفتها الريادية في المنطقة العربية الإسلامية. فوقفت هذه اللجنة بقوة أمام علي عبد الرازق ومصطفى وعباس محمود العقاد وطه حسين ومجموعة من الأشخاص الذين كانت مواقفهم متذبذبة ما بين الإسلام والعلمانية، وهذه اللجنة كان لها أثر كبير. أنشأ أيضا ناديا للطلاب السوريين والفلسطينيين الموجودين في مصر، وأول ما افتتح النادي خطب فيه خطبة عصماء عن فلسطين ووضع فلسطين وأحوال فلسطين، كانت تشتعل بها مصر والشام القضية الفلسطينية آنذاك. وهو طالب أزهري يريد أن يتفرغ للدراسة، وهو طالب نجيب متفوق ذكي، لكن ما نسي واجبه. أنا ليس واجبي أن أكون طالبا أهضم الكتب فقط، بل كيف أحول المعلومات في الكتب إلى منهج حياة. هذه مهمة الطالب المسلم، إذا استطاع أن يصنعها فقد صنع شيئا عظيما. أما يظل الطالب يأخذ معلومات معلومات معلومات، ثم ماذا بعد هذا إن لم يحول هذه المعلومات إلى منهج حياة، إن لم يحولها إلى طريقة تنصر الإسلام والمسلمين؟ إذن ماذا تنفع المعلومات؟ كانت هناك ثورة للأستاذ رشيد عالي الكيلاني أو الجيلاني، هي الجيلاني في الحقيقة نسبة إلى جيلان والأستاذ عبد القادر الجيلاني. المهم الأستاذ رشيد عالي الجيلاني الذي فر إلى الملك عبد العزيز هنا، والملك عبد العزيز آواه وحماه ورفض أن يسلمه للبريطانيين لما طلبوه. المهم هذه ثورة قامت في العراق سنة 1941، فكان الأستاذ السباعي يناصرها بقوة ويكتب المنشورات في مناصرتها ويخطو في مساجد مصر بمناصرتها، فتعقبه الإنجليز وأخذوه وسجنوه في صرفند بلدة في فلسطين 4 أشهر. 4 أشهر ثم كان معه مجموعة منهم رجل عشائري قبلي، فهذا الرجل توسطت له عشيرته وقبيلته لدى الإنجليز فسمحوا له بالخروج، قال لا أخرج حتى يخرج معي 6 المسجونون. فخرجوا معهم السباعي، لكن أخذوهم وسلموهم الفرنسيين، الفرنسيين أخذت السباعي وهذه المجموعة وسجنتهم 2.5 سنين. السباعي كان نصيبه من السجن 2.5 سنين موزعة في بلاد سورية ولبنان، في سجون سورية ولبنان 2.5 سنين من السجن. إذن حياته فيها نفي، فيها سجن كما سيأتي نفي بعد قليل، في أكثر من مرة سجن، وفيها قسوة وفيها شدة، لكن هذه حياته اللذة، لأنها حياة جهاد في سبيل الله وعمل كل شيء لإرضاء الله تبارك وتعالى. هذه هي الحياة الحقيقية يا إخوة.
فخرج من السجن بعد سنتين ونصف. في 1944 اجتمعت مجموعة من الجمعيات العاملة في الشام، وكانت الشام آنذاك مقبلة على نهضة. هذه النهضة للأسف أجهضت بعد ذلك بالحركات القومية، وأجهضت بالحركات الاشتراكية والشيوعية، ثم أجهضت بالحركة حركة البعث. للأسف الشديد هذا الذي حصل. لكن في الشام كان يغلي بنهضة إسلامية متوقعة كبيرة، وأهل الشام فيهم حماسة إسلامية وبفطرتهم وسليقتهم، لكن الأمور كانت فيها تداخلات وفيها خيانات وفيها سحب للبساط من تحت الأرجل. ففي 1944 يعني 1364 هجري تقريبا، سامحوني هذه التواريخ بالسنوات النصرانية، لكن أنا أحاول تحويلها إلى السنوات العربية، فكانت سنة قبل أو بعد فلا تؤاخذوني. 1364-65 اجتمعت بعض الجمعيات العاملة في بلاد الشام، ومن جراء تأثر الأستاذ السباعي رحمه الله بدعوة الأستاذ البنا في مصر، ورأنا دعوة شاملة تهدف إلى عودة الإسلام من جديد، وأنها دعوة تبعث الأمل في النفوس، وأنها دعوة عاملة، قرر هو وإخوانه رؤساء الجمعيات، جمعية شبان المسلمين في حمص ودمشق، جمعيات عديدة، قرروا أن ينضوا جميعا تحت الإخوان المسلمين، اسم موحد تحت الإخوان المسلمين، وهكذا قدر في 1944. في 1946 بعد أقل من سنتين اجتمعوا من جديد لتوحيد الاسم وتوحيد الهدف وتوحيد الجماعتين في مصر والشام تحت هذا الاسم الإخوان المسلمين، وأبرقوا إلى المرشد البنا بهذه القضية، وليعين بعد ذلك السباعي رحمه الله تعالى مراقبا عاما للإخوان المسلمين في سوريا في 1946 للميلاد، واستمر مراقبا عاما إلى أن توفي رحمه الله تعالى بعد 18 عاما من هذا التاريخ 1384-1964. زار الحجاز 4 مرات، حج في 3 منها 1364 1371 يعني 1951 و 1383، وهذه المرات 3 حج فيها، وجاء في 1301 وفي 1375 1955 مع بعثة من كلية الشريعة بدمشق إلى الحجاز، لكنه لم يحج في تلك السنة، فحج 3 مرات رحمه الله تعالى. الأستاذ السباعي كان صاحب أدب وأسلوب مشرق كما ذكرت آنفا، وملكة بيانية ناصعة ظهرت في مؤلفاته وفي قلائد الفرائد، هذا مؤلف جيد أدبي فيه كثير من أقوال الأستاذ الأدبية، ارجعوا إليه، الوقت لا يسمح لطرح هذه الأقوال، لكن كتاب جليل. والأستاذ رحمه الله كان قد ألف 14 كتابا فيما أعلم والله أعلم، التي اكتملت عدا الكتب التي لم تكتمل 13 كتابا منها طبع وكتاب لم يطبع، وكل كتبه نافع مفيد إن شاء الله تعالى، مع بعض الملاحظات على كتاب اسمه كان اشتراكية الإسلام، أثار ضجة كبيرة بين المسلمين بسبب الاسم، والإسلام هو دين الله تعالى، ليس باشتراكيا ولا رأسماليا ولا أي شيء آخر، إنما هو دين الله تعالى. لكن الأستاذ كان له عذر في هذا الاسم، ولأن الموجة الهائلة في الدول العربية أنذاك كانت موجة اشتراكية، فكان يريد أن يبين أن اشتراكية الحقيقية، مبادئ اشتراكية الحقيقية، الإسلام يحتويها ويحتوي أعظم منها. ربما كان العنوان خطأ، وهو هذا الذي أميل إليه أنا، العنوان ليس بمناسب، لكن المضمون لا بأس به، وأثيرت مشكلات حول العنوان. ما عدا ذلك لا أعلم له كتابا فيه خطأ ظاهر واضح رحمه الله تعالى. له كتب أعظمها السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي، هذا كتاب يقول عنه الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى هو أعظم وأفضل وأجمع كتاب في بابه، لم يظهر حتى الآن مثله، السنة النبوية ومكانتها من التشريع، نال به درجة الدكتوراه، بحث نال به درجة الدكتوراه أو درجة العالمية كما تسمى في الأزهر
العالمية، يعني أنه صار عالما، العالمية، وهي دكتوراه من درجة أستاذ من جامعة الأزهر في مصر، فيما أذكر كان 1949 ميلادي. في رحلته الثانية إلى مصر التي كان فيها قرب أو ملازما الأستاذ البنا رحمه الله، وحضر شهادته عندما قتل، وجلس بعده قليلا ثم هرب من مصر، الأحوال ما كانت مناسبة. إذن هذه كتب الأستاذ سباعي، وكان عالما فقيها، له ترجيحاته وله آراءه الفقهية المحترمة. من أجل أعماله أيها الإخوة الكرام إنشاؤه كلية الشريعة في الجامعة السورية في دمشق، وقد كان الطلبة الشرعيون المتخرجون من الثانويات الشرعية ويدرسون بعد ذلك عند المشايخ لا يكادون يجدون وظائف. وأشار إلى هذا أستاذنا الشيخ فاروق البطل حفظه الله تعالى، قال لا يكادون يجدون وظائف لائقة بهم، ويتوزعون في وظائف دنيا ورواتبها قليلة لا تفي بحاجتهم. فكان أعظم عمل لهؤلاء ما فعله السباعي رحمه الله تعالى عندما أنشأ كلية للشريعة في دمشق، فدخل هؤلاء كلية الشريعة وتخرجوا ليصيروا أساتذة وأصحاب رواتب مكافئة للمتخرجين من الكليات الأخرى، وحفظ لهؤلاء الشرعيين كرامتهم، وحفظ لهم ماء وجههم، وحفظ لهم الراتب الذي يعيشون به كراما مستغنين عن الناس. فهذا من أجل أعماله، وقد جاهد طويلا من أجل إنشاء هذه الكلية في جو علماني ومناخ مقاوم للإسلام. جاهد طويلا حتى أقر إنشاء كلية شريعة في البرلمان السوري، ووافق عليها فيما أذكر رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي رحمه الله تعالى الجميع. وبدأت الكلية عملها، وكانت من أعظم مآثر الأستاذ لما جاءوا ليعينوا عميدا للكلية، أشير عليهم بثلاثة: الأستاذ رحمه الله تعالى مصطفى السباعي، ومعروف الدواليب رئيس وزراء سوريا فيما بعد، والرجل الكبير مشهور توفي قريبا رحمه الله تعالى، وقد كان الملك فيصل قد أتى به بجواره وانتفع به. والثالث الأستاذ الكبير الشيخ الدكتور مصطفى الزرقة، وهو من هو في فقهه وعلمه. فيقول الأستاذ مصطفى الزرقة، يقول: والله لقد كان السباعي مخلصا أكثر منا، وذلك لأننا نحن رفضنا. وكان الأستاذ الزرقة والأستاذ الدواليبي كانا أستاذين في كلية الحقوق في جامعة دمشق، وكانت كلية الشريعة للتو قد أنشئت وهي متأرجحة، فخافا أن ينتقلا من كلية الشريعة، من كلية الحقوق إلى كلية الشريعة، فخافا على الوظيفة الدواليبي والزرقة. كان الزرقة سبحان الله مخلصا ويتحدث، يقول: كان السباعي أكثر إخلاصا منا وتفانيا، وهو الذي قبل أن ينتقل بدون إعلاء للراتب زيادة وبدون إعلاء للدرجة، قال: أنتقل لوجه الله تعالى. أضافوا الدرجة أو لم يضيفوها، زادوا الراتب أو لم يزيدوه، انتقل هو وصار عميدا للكلية، كلية الشريعة في دمشق، وتعهد طلابها بالرعاية، وكان صاحب كرم ومروءة. يقول أحد من نظر إليه وهو يتحدث مع أحد الطلاب الذين جاءوا من إحدى البلاد الإسلامية، وهو يشكو إليه تأخر رزقه ومكافأته اللي كانت تعطيها وزارة التربية للطلاب آنذاك، فقال: سأكلم لك وزارة التربية. قال: أخرج من جيبه ورقة تعادل خمس راتبه وسلمها للطالب، فلما عرف أني قد رأيته ونظرت إليه تورد وجهه واحمر وجهه، وكان أبيض رحمه الله تعالى، احمر وجهه خجلا من الناظر إليه. فكان صاحب كرم وسماحة ومروءة، وفعلا كلم له وزارة التربية وأعطته مكافأته. إذن كلية الشريعة من أجل أعماله ومن أعظم أعماله إطلاقا، ومما نرجو له به الدرجات العالية في الجنة، جهاده في فلسطين. وكانت تلك إحدى المهازل ما حدث في فلسطين التي سئل عنها السباعي بعد سنوات، فصف لنا ما جرى في فلسطين. قال كلمة واحدة: الخيانة، الخيانة. وفعلا ما كان لفلسطين أبدا أن تسقط ولا أن تضيع لولا الخيانة من العجيبة التي جرت من عدة جهات آنذاك، لكن هكذا قدر.
كان رحمه الله تعالى لما بدأت تنتشر قضية فلسطينية وفي الحرب العالمية في أثناء الحرب العالمية الثانية حاول بكل جهده أن يثير القضية. وكيف جاء إليه المجاهد نمر الخطيب، جاء إليه من فلسطين واجتمع في فندق أمية في دمشق، وحكى إليه نمر الخطيب ما يجري في فلسطين وفصل له. هذا كان في 1943، يعني 1364 هجري، وحكى له ما يجري في فلسطين. فما كان يعني منهما إلا بكايا في نهاية اللقاء والجلسة لصعوبة ما يجري. ثم قرر العمل والتحرك وصار يخطو في مساجد الشام ويبين وعورة وصعوبة القضية الفلسطينية، حتى اتهمه بعض الغافلين عما يجري وبعض من نقص وعيه بأنه يضخم الأمور ويضخم وليست هكذا الحقائق، لكنهم غافلون، ماذا يصنع لهم؟ فعندما هذه وأرسل مجموعة من شباب الإخوان إلى فلسطين ليدوروا في المدن الفلسطينية وينظروا حقيقة الأوضاع بأنفسهم. في 1947 في 15 في عندما ظهر قرار التقسيم في 1947 وثارت الأمور وكون جيش الإنقاذ في البلاد العربية ليتحرك ليدخل فلسطين، جمع على بسرعة 500 شاب من الإخوان، اختارهم اختيارا، حتى أن بعض الذين لم يختيروا غضبوا وبعضهم ترك الجماعة بسبب غضبه، ما كان يملك إلا أن يختار 500 شخص فقط. والطريف أن جاءه أحد المسؤولين السوريين وقال أنت ترسل إلى فلسطين زهرات السوريين والمتعلمين ليموتوا في فلسطين، لماذا لا ترسل قبضايات الذين لا عمل لهم والذين هم يعني أميون ولا فائدة منهم، أرسلهم إلى فلسطين ليموتوا هنالك. يعني هو يظن مسألة عضلات، قال لا، أنا أرسل من عظم إيمانه ورسخ يقينه حتى يجاهد في سبيل الله ويظهر له أثر. ليست مسألة عضلات ومسألة من نرسل، لكن هكذا كان الناس يفكرون آنذاك. المهم دربهم بقيادة رجل عراقي اسمه طه الهاشمي، وهذا يعني وراءه ما وراءه، سيرته ليست عطرة كما سأذكر الآن. دربهم طه الهاشمي، وكان السباعي نفسه يتدرب على ابتداء المرض فيه آنذاك. المهم تدرب ودخل إلى فلسطين، دخل فوجان من الإخوان، هو على أحدهما وفوج آخر. والعجيب أنه طلب من الجامعة العربية أن يدخل بانفراد بكتائب منفردة، رفضت الجامعة، قال إلا أن تدخل تحت جيش الإنقاذ. قال جيش الإنقاذ ضج منه الإخوان، المسائل العقدية، المسائل الإيمانية، المسائل الخلقية متدنية جدا آنذاك طبعا، وليست هناك صلاة ولا هنالك دين واضح ولا ظاهر كما تعلمون حال العرب آنذاك. رفضوا، قال إذا أردت في ذلك اذهب على حسابك الخاص. قال أذهب على حساب الخاص. البندقية كانت تساوي آنذاك 1000 ليرة، وكانت 1000 ليرة تساوي 200 جنيها استرلينيا آنذاك، ثمن غالي جدا. فكان ظهرت هنا التضحية يا إخوة. بعض الإخوان ممن كان يريد أن يتزوج باع قسمة من الأثاث ليشتري بندقية، بعض مستدان، بعض باع بعض ثيابه، وبعضهم جمعوا البنادق ودخلوا إلى فلسطين. وكانت مهمة الإخوان السوريين حماية بيت المقدس، لأن الإخوان في مصر وكان مهمتهم صحراء النقب والمدن الفلسطينية الأخرى، أما الإخوان السوريين مهمتهم الحفاظ على بيت المقدس حتى لا يسقط، وفي الحي اليهودي وفيه تعزيزات هائلة من قبل اليهود. وأخر السباعي ورفاقه رحمهم الله تعالى سقوط بيت المقدس 20 سنة بوقوفهم بعد ذلك ليسقط في النكبة الهائلة التي خففها الإعلام الناصر الخبيث وسماها نكسة، وهي من أشد نكبات الدهر. المهم يا إخوة، دخل قال أوشكت الذخيرة الألمانية على النفاد، ماذا نصنع؟ والأسلحة الألمانية، الإنجليز يعطون اليهود، ما يعطون الأسلحة الإنجليزية الحديثة إلى اليهود. ولما ظهر قرار التقسيم، لما غادر الإنجليز فلسطين في 15 مايو أيار سنة 1948 وسلموا المواقع اليهود، بدأت المعركة الحقيقية. وكان الإخوان في قدس آنذاك، نفدت الذخيرة أو أوشكت، وكانت هناك معركة كبيرة اسمها معركة القدس الكبرى التي جرت وكانت حاسمة في هزيمة اليهود. الذخيرة أوشكت على النفاد. قال ذهبت إلى دمشق مسرعا، قابلت طه الهاشمي الذي لم يطأ أرض فلسطين آنذاك، إنما كان يدير المعركة من دمشق، وفوزي قاوقجي كان يدير المعركة من نابلس بعيدا عن اليهود وعن في الأماكن العربية.
خيانات صعبة أيها الإخوة والأخوات. فكلمت طه الهاشمي قلت له أريد ذخيرة ألمانية، قال لماذا وقد سحبنا أمرنا بسحب الفوج من بيت المقدس؟ قال هنا عرفت من أكلم أنا، يعني خونة. قال لها كيف ونحن ما زلنا بيت المقدس ننسحب منه أبدا؟ قال أريد ذخيرة. قال ماكو ذخيرة، ماكو ذخيرة، عراقي. قال ماكو ذخيرة عندي. قال فاتصلت برئيس الجمهورية ليتوسط يعني عند هذا طه الهاشمي، ثم دخلت عليه فوجدته مربد الوجه غاضبا. قال كل شيء بالوساطة، كيف ننجح إذا كان كل شيء بالوساطة؟ انظروا لهذا الخائن. قال أنا هذه الوساطة لأتوظف عندك، أنا هذه الوساطة من أجل أن نموت شرفاء وندافع عن فلسطين، هذه الوساطة، ما أريد أتوظف عندك أنا. قال فأعطاني 5000 طلقة. قلت له ماذا أفعل بـ 5000 طلقة؟ يعني معناه كل بندقية 10 طلقات فقط، ماذا أصنع بها؟ قال ليس عندي غير هذا، خونة. قال فذهبت إلى وزير الدفاع في سوريا وقلت له الأمر كذا وكذا والأمر عاجل وتسقط القدس. قال سأكلم لك مكتب الدفاع عن القضية الفلسطينية في عمان. فذهب إلى عمان أستاذ سباعي، قال والله ما كلمنا أحد ولا ندري، ونحن ذخيرتنا وعتادنا كله إنجليزي، ما عندنا عتاد ألماني أصلا. انظروا ماذا جرى يا إخوة. قال فكلفت لجنة اسمها لجنة الدفاع عن حقوق الفلسطينية في عمان، لجنة شعبية فيها كثير من التجار السوريين والفلسطينيين مخلصين، كلفتهم بشراء ذخيرة ألمانية، فصاروا يشترون من هنا ومن هنا ومن هنا، وأرسلنا وذهبت إلى بيت المقدس معي 1000 الطلقات، وجرت معركة هائلة استشهد فيها عبد القادر الحسيني البطل، معركة القسطل، وحموا بيت المقدس، ودخل اليهود ب6000 جندي منظم من باب الخليل يريدون اقتحام بيت المقدس، وقاوموا مقاومة الأبطال وما ناموا لمدة 3 أيام. السباعي ورفاق من إخوان ومن المخلصين من ضباط العرب، وجرت معركة رائعة، ودحر اليهود وفجروا الكنيسة اليهودي وفجروا منازل في الحي اليهودي، وها هنا استطاعوا أن يحتفظوا بيت المقدس 20 سنة أخرى بجهاد الأستاذ السباعي ومن معه بتوفيق الله تعالى أولا وآخرا. إذن الخيانات، جيش الإنقاذ لما ذهب إلى سوريا بعد المعركة وقال ماذا صنعتم؟ قالوا نحن يعني ما كان من مهمتي، نتبين يقول الأستاذ سباعي أن جيش الإنقاذ ما كان مهمتي من مهمتي أنه يدخل مع اليهود في معركة. طب إيش مهمتكم كانت؟ قال مهمتنا أن نجول في المدن العربية فقط ونظهر أننا يعني قدمنا للدفاع عن فلسطين. تصوروا ماذا كان يجري في معركة من المعارك المهمة بيت المقدس، اتصل في عاصمة عربية، يقول عاصمة عربية قريبة، أرجح طبعا أن عمان. قال كلمت الضابط قلت له الآن الوضع ستسقط القدس. قال أخرجوا منها، أخرجوا منها. قال كيف نخرج من بيت المقدس سلموا اليهود؟ قال أنتم عندي أغلى من اليهود، أخرجوا من بيت المقدس لا يقتلكم اليهود. قالوا نحن لن نخرج إلا على أشلائنا، نموت جميعا شهداء ولا نخرج من بيت المقدس. تنعرف يا إخوة ماذا كان يجري من خيانات هائلة في مصر، خيانة الملك فاروق، في الأردن خيانة الملك عبد الله، وهكذا خيانات، خيانات سلمت فلسطين بالخيانات. إذن السباعي مهمته الجهاد في فلسطين، أيضا جاهد رحمه الله تعالى أو استعد وتدرب عسكريا في العدوان الثلاثي على مصر 1375-1756، عدوان سوري، العدوان الفرنسي البريطاني اليهودي، ودخل سفارة أمريكا وروسيا وندد وقال لابد أن يكون لكم موقف قوي من العدوان، وتدرب عسكريا وكان في مرضه الصعب، ابتداء مرضه الصعب، وتدرب ويريد أن يحمي مصر ويدخل بجيش إلى مصر. يعني القضية، هذا الرجل في الحقيقة له آثار كثيرة، آثار علمية، آثار اجتماعية، آثار سياسية. دخل البرلمان في 1950 نائبا عن دمشق، ومن أعماله الكبيرة إقرار الدستور وفيه المواد الإسلامية، بنى دين دولة الإسلام، وأن رئيس الجمهورية بد أن يكون مسلما، في وسط جو كله مليء بالطائفية الحمقاء والعلمانية واللا دينية والطوائف النصرانية المتحفزة، استطاع أن يقر مواد من الدستور رائعة بعد جهاد طويل في البرلمان في دمشق آنذاك، هو وأستاذ محمد المبارك رحمهم الله تعالى، وأستاذ كبير أيضا، ومجموعة من المخلصين وغيورين ومعروف الدواليبي، مجموعة آنذاك كانت تميل للإسلام بقوة وتدافع عنه بقوة، رحم الله تعالى الجميع. فكان له مواقف سياسية جميلة وجليلة، واستطاع أن يصنع الكثير، مواقف اجتماعية في المجتمع السوري، واستطاع أن يعيد كثيرا من هيبة العلماء والمشايخ، وأن يرد بقوة. رئيس الجمهورية كان في حفل فاستهان بالمشايخ ولمزهم،
فقام شيخان وتكلما على استحياء. قام الأستاذ السباعي وكان جريئا مقداما نصر المشايخ نصرة عظيمة وزأر في الحفلة هذه بقوة حتى خاف رئيس الوزراء وقال ما كنت أظن المشايخ على هذه القوة. وكان كلمة السباعي هي الكلمة الأقوى في الدفاع عن المشايخ وعرض المشايخ، وعاد كثير من هيبة المشايخ في سوريا من جديد رحمه الله تعالى. المجال الاجتماعي، المجال السياسي، المجال العلمي، يقول لك رجل كان عالما وألف كتبا عديدة. والمجال الأدبي والشعر، كان رجل شاعرا رهيف المشاعر، رقيق الحس، جميل الأسلوب، أخاذ التعبير، مناجيا، عابدا، زاهدا، مصليا، صائما، أعجب به كل من رآه. الأستاذ الندوي أعجب به إعجابا كبيرا. مجموعة كبيرة من المشايخ والعلماء كانت تجله وتحترمه رحمه الله تعالى. ولشدة انشغاله أيها الإخوة ما تزوج إلا عمره 35 سنة، وأنجب 6 من الأولاد، 3 من الذكور و3 من الإناث، ما زالوا فيما أعلم يعيشون جميعا. نسأل الله تعالى لهم العيش السعيد وأن يعوضهم عن أبيهم خيرا. هذا الأستاذ بصماته ما تزال إلى اليوم في الحقيقة عن طريق إخوانه العاملين من بعده والذين استلموا الراية من بعده. جرت له أحداث بعد ذلك كثيرة، الوقت ما يسمح. نفي إلى لبنان في ثورة العقيد أديب الششكلي سنة 1949، والثورة الثالثة التي ابتليت بها سوريا كانت ثورة حسني الزعيم 1949 شهور، ثم ثورة العقيد سامي الحناوي من بعده شهورا أخرى، ثم ثورة الششكلي استمرت حوالي 4 سنوات أو 5، وكان الششكلي حكم البلاد حكما ديكتاتوريا، ونفى السباعي إلى لبنان. ظل السباعي 14 شهرا في لبنان فيما أذكر في منفى، لكنه استغل هذا المنفى في إقامة محاضرات ليفهم الكثير من طبقات الشعب اللبناني حقيقة الإسلام وشمول الإسلام وروعة الإسلام، وتأثر به كثير في لبنان، وتأثر به هذا بعد أن خرج من السجن في لبنان. أما في السجن وقد تأثر به مسجونون واهتدى كثير منهم وصار له آثار عظيمة في السجن، ثم عاد من لبنان ليواصل المسيرة بعد ذلك في دمشق ويحمل الراية إلى أن أنهكته الأمراض الكثيرة. ظل 7 سنوات أيها الإخوة، 7 سنوات وفي شلل نصفي تشنجي جزئي، يتحامل على نفسه، يمشي على صاه ويتوكأ ويزور إخوانه. وحتى أن الأستاذ مناع القطان أصيب بحادث في بيروت رحمه الله، يعجب كيف دخل عليه يعوده الأستاذ السباعي وقد مات بعد ذلك بأيام، متوكئا على عصاه لا يتحرك إلا بقوة وصعوبة. مع ذلك كان يؤدي واجبه نحو إخوانه، نحو أمته، نحو إسلامه في أوقات كثيرة وفي مناسبات كثيرة، ما ترك مناسبة إلا وعملها. أنشأ مجلة حضارة الإسلام، مجلة رائعة في 1950، صدرت مدة سنوات طويلة بعد وفاته، وكانت لها وظيفة كبيرة في تعريف الناس بالإسلام وأهله وحقيقته وحضارته الرائعة الجميلة. ماذا أقول عن أعمال هذا الأستاذ؟ حياته سلسلة متصلة من الأعمال وجلائلها وعظيمها، والوقت قد انتهى كما أشار الأستاذ المخرج، لكن أسأل الله تعالى في النهاية أن يرفع قدر هذا الأستاذ وأن يعلي درجته في عليين. ارجعوا لكتبة ألفت عنه، أهمها كتاب الأستاذ عدنان محمد زرزور، يعني زميله ورفيقه وقرنه تقريبا وتلميذه، ألفه عنه رحم الله تعالى الجميع، وعلى قدر أستاذنا في الدار الآخرة وألحقنا به على أحسن حال، والله تعالى أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.